الفوغاتير اختار عليكم دي كراكرز يمكن يكونوا من ألد وأسهل الكراكرز اللي ممكن تصادفوا تيجيو رخاص بزاف. غادي نحتاجو مكونات ملعقتين من الدقيق الأبيض أو الفورس، ملعقة كبيرة من الزبدة، رشة ملح، حليب الكافي اللي يجمع لينا هاد المكونات، حبوب مناسبة تبقى على حسب الرغبة، وكذلك التوابل اللي نسمومين تبقاو على حسب الرغبة. بالنسبة لي غادي نسمهم ان شاء الله بالتوابل المروزية، يمكن السيدة تعمل توابل هندية، يمكن تعمل توابل الأربعة، اي تنسيمة تتفضل كل سيدة. غادي نخلطو الزبدة مع الدقيق، نضيفو القليل من الملح على حسب الذوق، ثم نضيفو التوابل كيف ما قلت لكم تيبقاو على حسب الرغبه. بالنسبه لي عملت التوابل المروزيه غير باش نعطيهم ان جو ان بو اوريونطال، لي كراكرز على الطريقه المغربيه. تنخلطوا الزبده تكون بوماد بحراره المطبخ مع الملح والدقيق حتى نصابليوها شي شويش، ثم بعد ذلك تنضيفوا الحليب بالتدريج حتى تجمع لينا العجين وتولي متماسكه وعباره عن كره واحده. تنحتفظوا بها في الثلاجه على ما تقبط راسها، لان كما تنعرفوا فيها الزبده باش تسهل علينا طريقه البسط ديالها. فوق ورق سلفيغيزي اللي غادي ندخلوها فيه الفور، غادي نبسطوا العجين بهذا الشكل حتى نحصلوا على عجين رقيق جدا. دائما في لي صابلي او في لي كراكرز ولا اي نوع من الحلويات بغينا نعملو وكان عاملين فيه كميه كبيره من الزبده وكيتلصق لنا، من الاحسن الورقه اللي نبسطو فيها هي اللي ندخلو فيها الفوق، لانه كيصعب بارفو انك تهزي المورسو ديال الحليوه وعاد تحطيه في البلاك اللي غيدخل الفرن، فمن الاحسن هذه حيله ذكيه باش ما يتخسرش لينا الشكل ديال الحلوه او الديفورما. تنبسطوها حتى كنحصلوا على عجينه رقيقه جدا، وتنقطعوها مربعات بالموس بهذا الشكل. يمكن السيده تعملهم حتى على شكل ديباغ، تعملهم مستطيلات طويبلين، طريقه التشكيل تتبقى على حسب الرغبه. ثم بعد ذلك كيف ما قلت لك المنسمات تبقى على حسب الرغبه، يمكن السيده تضيف من فوقهم حبه حلاوه، يمكن تعمل غير الزنجلان تيجي ولداد. بالنسبه لي اختاريت نزينهم بالحبه السوداء وحب رشاد، وتندخلوهم الفرن حتى كيتنفخوا وتيجيو مقرمشين تيهبلوا. دمج الماضي بالحاضر بالنسبه لي كنرافقهم بفاكهه عاشوراء، ما فيها بس انا نحتفظوا بتقاليدنا وعاداتنا القديمه ديال الاجداد، لكن من باب التغيير والتجديد تنرافق ديك هكاك تنعمل دي مونديو، تنحاول ننوع في الطبيله ديال عاشوراء، يعني نعمل داكشي التقليدي الزماني وكذلك الوصفات جديده اللي تيحبوا وليداتنا. كنتمنى الوصفات اليوم تنال اعجابكم، ما تنساوش تلايكيو لا فيديو، اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويضغط على زر ابوني سبسكرايب اشتراك باش توصلوا بجديد القناه. مرحبا باسئلتكم باقتراحاتكم، دعوا لي اسفل الفيديو ان شاء الله نجاوب عليها. شكرا للمشاهده.